علشان الأكل ما يلزقش في الستينلس ستيل وعلشان الحلل تقعد معانا فترة أطول لازم نتعلم نستعملها صح. في فيديو النهاردة هنشوف ايه أكتر 10 غلطات بنعملها وازاي نتفاداها علشان الأكل ما يلزقش مننا وعلشان الحلل بتاعتنا تقعد أكتر فترة ممكنة. What's up my friends؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. لو دي اول مرة بتشوفوني انا لارا واهلا بيكم معنا في عائلة اسلوب مودرن. لما عملت الفيديو اللي بيتكلم على انواع الحلل وازاي نختار احسن نوع حلل بالنسبة لنا، كتير منكم طلبوا مني اني اعمل فيديو على ازاي نستعمل الستينلس ستيل صح. المشكلة انه اغلبيتنا بيشتري بس الحلل كده ويبتدي يستعمله ويحطه على النار على طول من غير ما يقرأ او يشوف ايه الحاجات اللي لازم يعملها وايه الحاجات اللي مش لازم نعملها علشان الحاجة تستخدم بطريقة مظبوطة عشان تقعد معانا وعلشان تديلنا يعني احسن نتيجة في الطبيخ. فهو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. النهاردة هقول لكم ايه ال10 اخطاء اللي اغلبية الناس بتعملها، فخليكم معايا للاخر. تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم ويلا نبتدي. اول غلطة انه نحط الحلة او الطاسة على النار ونحط عليها الزيت على طول قبل ما نخلي الحلة او الطاسة دي تسخن. الستينلس ستيل لما بيبقى بارد بيكون عنده بورز، بيبقى عنده زي مسام، كل لما بيسخن بيبتدي يفرش، بيكسباند، بيبتدي يسترتش كده، فالمسام دي بتبتدي تقفل لانه او بتبقى يعني متساويه، فلازم اسخنه قبل ما احط الزيت عشان الزيت يبقى بيتزحلق على السطح بتاع الطاسه او الحله مش بيدخل جوه المسام دي. المهم بس في النقطه دي انه درجه الحراره ما تعلاش قوي، لانه لو سخنت الحله او الطاسه كتير اللي بيحصل انه الاكل هيتحرق، ولما هحط الزيت الزيت ده هيطلع دخان جامد جدا، هيبقى سخن زياده عن اللزوم، فمش هو ده اللي انا عايزاه. ولو ما سخنتش انف هتبقى بارده ومش هتبقى واصله انه تبقى بتزحلق او ما بيلزقش الاكل فيها. ازاي بقى نعرف انه الطاسه او الحله وصلت لدرجه الحراره المظبوطه؟ في حاجه اسمها الميركوري بول تيست. هحط الطاسه على النار وهولع النار على لو لميديوم اسيبها 15 ثانية. بعد 15 ثانية هحط نقطة مية فيها، لما نقطة المية تقع في الطاسة وتطش كده وتعمل بابلز وبعدين تتبخر، دي معناها انها بادية يدوب تسخن بس لسه مش واصلة للدرجة اللي احنا عايزينها. هقوم مسحيها بورقة وبعد 10 ل 15 ثانية تانيين هقوم منزلها نقطة مية تانية. لما توصل انه النقطة بنزلها بتعمل زي كورة كده زي الميركوري بول وبتبتدي تعوم كده على الطاسة من فوق، دي معناها ان الطاسة وصلت لدرجة الحرارة المظبوطة اللي مش هتخلي الاكل يلزق. لو لقيتوا ان نقطة المية لما بتحطوها بتنزل وبتتقسم على زي كور صغيرة قوي كده بيجروا في كل حتة، ده معناها ان الطاسة سخنت كتير، فساعتها بقلل النار، اشيل الطاسة شوية علشان تهدى، امسح المية دي واعمل التست ده لحد لما اوصل للكوره اللي هي زي الميركوري بول دي اللي بتعوم كده او بتتزحلق على الطاسه من فوق. مهم جدا انه نكون محضرين الزيت او السمنه الزبده اللي احنا عايزين نستعمله جنب الحله علشان اول ما توصل للنقطه اللي هي المظبوطه دي هقوم مسحه الميه وهحط الزيت على طول، لاني لو استنيت ولو حتى 10 ثواني ممكن يوصل انه الحله او الطاسه تكون وصلت لدرجه حراره اعلى من اللي المفروض تكون عليها، وساعتها هتحرق الزيت وهتحرق الاكل. طبعا الموضوع ده مش هنفضل نعمله forever، دي حاجة بنعملها في الاول لحد ما نتعود على الحلل والتصاد بتاعتنا، لحد ما بنعاير الوقت نشوف مثلا اوكي اخدت لي كام ثانية او كام دقيقة في التست ده بتاع المية لحد لما وصلت للميركوري بول دي، وبعد كده خلاص ببقى عارفة اخدت لي دقيقة، دقيقة ونص، معرفش، احط دقيقة ونص على الساعة واعرف ان بحط الطاسة بتاعتي على النار على مثلا نمرة 3 او نمرة 4 وخلاص انا عارفة انه هي بعد دقيقة ونص هتكون كده وصلت لدرجة الحرارة المظبوطة. تاني غلطة بقى بنعملها ان احنا خلاص سخنا الطاسة بتاعتنا نقوم مطلعين حتة اللحمة ولا البيض ولا اي حاجة من التلاجة وهو ساقع ونقوم حاطينها على الطاسة اللي هي السخنة. لو عملنا كده اكيد اكيد الاكل هيلزق، فاحنا لازم نطلع اللحمة بتاعتنا، الفراخ، البيض، اي حاجة عايزين نطبخها طالعة من تلاجة او من فريزر لازم تكون في درجة حرارة
حرارة الغرفة قبل ما احطها في الحلة بتاعتي او في الطاسة بتاعتي علشان ما تلزقش. ليه الموضوع ده بيحصل؟ بيحصل علشان اللي انا لسه شرحه لكم، لان انا اخدت الوقت اني اسخنها مظبوط تكون وصلت لدرجة الحرارة المظبوطة اللي هي مش هتلزق، فلما اجي احط فوقيها حاجة ساقعة هقوم مخليها تبرد، اخلي الستينلس ستيل يبرد فيرجع ينكمش تاني، فهيقوم ماسك في اي حاجة انا بحطها عليه وساعتها هيلزق فوقيه. تالت غلطة بتخلي الاكل يلزق انه ما سيبش الفرصة للحوم بتاعتي تعمل الكراست دي البني قبل ما اقلبها. اي لحوم بتتحط على الستينلس ستيل طبيعي جدا انها هتقوم لازقه في الاول لحد لما السخونه تبتدي تقفل المسام بتاعه اللحمه وتعمل الكراست دي اللي هي بتبقى لونها بني كده. لو انا استنيت لحد ما الكراست دي تتعمل اللحمه بتاعتي هتتقلب بكل سهوله ومش هتلزق. لكن هي بتلزق امتى؟ بتلزق لما احنا بنحاول نقلبها قبل ما بتكون المسام بتاعه اللحمه نفسها اتقفلت. فانا عارفه الموضوع ده بيبقى صعب ان الواحد يفهمه او يقتنع بيه وبيقول لا انا عايزه اقلبها على طول علشان ما تلزقش، بس صدقوني لو عايزينها ما تلزقش شلوها خالص لحد ما تقلب كده البني ده، وهي من نفسها هتبقى بتتقلب بكل سهوله. رابع غلطه انه نسخن الستينلس ستيل زياده عن اللزوم، يا اما عشان سبناه على النار فتره طويله قبل ما حطينا الاكل فيه، يا اما عشان حطيناه على درجه عاليه قوي من الاول فسخن الحله زياده عن اللزوم. الموضوع ده كل ما الكواليتي بتاعه الحلل بتاعتكم كانت احسن كل ما انتم مش محتاجين تحطوا درجه حراره عاليه، لانه الطبقات اللي هي فاكرين في الفيديو بتاع الحلل وكده لما كنت قلت لكم على الكلادينج ده اللي هي الثلاث طبقات، لما بيبقى فيه الثلاث طبقات دي تحت او في كل الحلل او كده بتبقى الحله بتسخن اسرع وبتخلي السخونه بتكيب السخونه فيها زياده، فانا مش محتاجه احطها على درجه حراره عاليه قوي. لو حطيتها على درجه حراره عاليه قوي من الاول او سبت الحله تسخن زياده عن اللزوم، اللي بيحصل انه بتبتدي تعمل حاجه اسمها هيت تنت. الهيت تنت ده عباره عن ايه؟ بيبقى نوع من الاكسده على الوش بتاع الحله، ممكن يبقى يا اما بني كده يا اما بيبقى شكله عامل زي الرينبو بيبقى كله ملون. ده على فكره ولا هو حاجه مضره للصحه ولا هو حاجه انديكيتر انه الكواليتي بتاعه الحله يعني وحشه او الستينلس ستيل وحش، لا خالص. ده رياكشن طبيعي جدا لو الحله سخنت زياده عن اللزوم او سخنت بسرعه قوي. ده بنشيله ازاي؟ ده سهل جدا، ده بمجرد خل. اجيب خل واحطه، ممكن تسيبوه شويه علشان يبتدي يعمل مفعول وتبتدوا تعملوه سكراب كده تدعكوه وبعد شويه هو هيروح. ممكن تضطروا تعملوا كذا مره او تقعدوا تدعكوا شويه طويله لحد ما يروح، طبعا ديبندنج البقعه بتاعتكم بقالها قد ايه او كبيره قد ايه. خامس غلطه انه لما نحط ميه عشان نغليها عشان مثلا نسلق مكرونه او حاجه كده نحط الملح على طول في الميه والميه لسه بارده. الملح لما بينزل في ميه بارده ما بيدوبش على طول، فبينزل تحت في قعر الحله وبيبتدي يعمل زي كوروجن، يبتدي ياكل في الستينلس ستيل، بيعمل زي بقع بيضه كده او ممكن يعمل نقر في الحله او في الطاسه. الموضوع ده بيحصل ليه؟ بيحصل لانه الملح فيه ماده الكلورايد بتتفاعل مع الاكسجين اللي بيبقى في الميه، الميه بيبقى فيها اكسجين، اوكي؟ وال الستينلس ستيل بيبقى الطبقة اللي بره دي فيها كروميوم زي ما كنت قلت لكم في الحلقة اللي هي بتاعت الحلل وكده. الكروميوم ده مع الاكسجين ومع الكلورايد بيتفاعل مع بعض وبيعمل الكوروجين دي او بيبتدي ياكل في الحلة او يعمل صدى. بس المية لما بتبتدي تغلي الاكسجين بيروح منها فالكلورايد ما بيعملش تفاعل مع الكروميوم اللي في الستينلس ستيل. فدايما دايما لازم نخلي المية تغلي الاول قبل ما نحط فيها الملح. سادس غلطة بنعملها انه نستعمل الكوكينج سبريز على الستينلس ستيل. دي اللي هي بتبقى زي زبدة او زيت او كده بيترش في زي رشاشة كده زي سبراي بارل، ده مش المفروض يستعمل على الستينلس ستيل. اللي بيحصل انه السبريز دول بيسيبوا زي طبقة كده ما بتتنضفش، حتى لو غسلنا الحلة بالمية والصابون كويس قوي ما بتنضفش قوي، ومرة على مرة الطبقة دي بتتخن يعني بيتحط واحدة فوق التانية والحاجة بتبتدي تلزق في الحلة. فمهم جدا انه اتليست في الستينلس ستيل ما نستعملش كل الكوكينج سبريز. سابع غلطة انه ما نستناش الحلة تبرد
قبل ما نحطها تتغسل. انا عارفة انه الواحد بيفكر انا دلوقتي وهي سخنة كده احطها في الحوض مع مية وصابون واسيبها تنقع علشان ما تلزقش. الموضوع ده بيدامج الحلل، بيبوظهم، لانه الستينلس ستيل بيحصل له حاجة اسمها ثيرمال شوك. الثيرمال شوك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن صدمة. احنا يعني بناخد حاجة سخنة جدا نحط لها حاجة ساقعة فبتتصدم كده. لما بيحصل الموضوع ده ممكن يبوظ الحلة، بيعمل حاجة اسمها warping، انه الحلة تبتدي تغير شكلها كده، تقوم معوجة داخلة لجوه سنة، تعمل يعني تبوظ الشكل بتاعها. فمهم جدا انه بعد ما نخلص طبيخ نسيب الحلل تبرد خالص قبل ما نبتدي نحطها تحت المية ونحط فيها صابون ونسيبها تتنقع. دائما غلطة انه نستعمل سلك او الاسفنجات اللي هي بتبقى بتجرح الحلل، واحنا فاكرين انه ده ستينلس ستيل ممكن اعمله باي حاجة بسلك، يلا شغال مفيش مشاكل. الموضوع ده مش مظبوط. لما بستعمل السلك ده على الستينلس ستيل ببتدي ابوظ الطبقة اللي فيه الفينيشنج اللي جوه ده مرة على مرة. ده اللي بيعمله انه بيأثر العمر الافتراضي بتاعه، بيخليه يتاكل اسرع، بيخليه ممكن يصدي. ف never نستعمل السلك ده اللي هو بيجرح جوه الستينلس ستيل. تاسع غلطة هو واحنا بننظف الحلة ندعكها في اي اتجاه وخلاص. الستينلس ستيل بيبقى الفينيشنج بتاعه من جوه هتشوفوا فيه زي خطوط كده، الخطوط دي يا اما ماشية بالطول يا اما ماشية بالعرض يا اما بتبقى مدورة. عشان احافظ على الحلل بتاعتي وعشان تفضل شكلها حلو وعلشان تتنظف احسن، لازم لما اجي ادعكها ادعكها على طول في الاتجاه بتاع الخطوط دي. لو هي ماشية من فوق لتحت يبقى ادعكها من فوق لتحت، لو هي ماشية كده هو داير داير يبقى ادعكها داير داير. بس never ادعك عكس الخطوط دي لانه ده مش هيخليها تنضف صح وهيبوظ الشكل بتاعها. وعاشر غلطة هو اني استسهل واحطهم في الدشواشر. الحلل الستينلس ستيل بتدخل الدشواشر مفيش مشاكل، ماشي؟ بس هتلاقوا اغلبية الوقت لما بنقرأ المانيول اللي بيجي مع الحلل او كده او على الويب سايت بتاع الشركة يعني اللي عاملة الحلل، هيكون مكتوب لكم مكتوب dishwasher safe بس هاند واش ريكومندد. اولا الديش واشر بتسخن جامد جدا، ثانيا بيكون فيها رطوبة عالية جدا، ثالثا الصابون بتاع الديش واشر ده بيبقى معمول قوي جدا علشان طبعا احنا ما بندعكش في ايدينا، فلازم يكون هو اللي بيعمل شغلانة الدعك ده من غير ما ندعك. فبيعملوا ايه؟ بيبقى الكيميكال كومبوزيشن بتاعته بتبقى اقوى جدا من الصابون العادي اللي انا بغسل فيه على ايدي. فلما بحط الحاجات دي في الدشواشر بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيبتدي ياكل في الطبقة برضو بتاعتها اللي على الوش دي. طبعا الموضوع ده ما بيحصلش بين يوم وليلة ولا بعد سنة او سنتين. انا بكلمكم لو انتوا عايزين تخلوا الحلل دي معاكم بالسنين، تقعد معاكم عمر طويل وعايزين تحافظوا عليها، يستحسن انها تتغسل على الايد عشان الصابون بتاع الغسيل اللي بالايد ده بيبقى جنتل زيادة، عشان المية ما بتبقاش سخنة قد المية اللي هي في الدشواشر، وعشان ما فيش الرطوبة دي. فهو ده ماي فريندز كل اللي كان عندي اقوله لكم على الستينلس ستيل. اي هوب انه الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا فعلا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك عشان تدعموني، ولو استفدتوا منه اعملوا شير مع حد تاني هو كمان يقدر يستفاد منه. شكرا جدا لمشاهدتكم النهاردة، وهشوفكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. باي.